من نوائل البوثات اللي شدتنا اللي هي المافام. عندهم الان البديل الجديد يمديك تغيرون البدي بالوان متعدده. هذا التحديث الاول. التحديث الثاني الفلو ميتر، على كلام الامريكي اللي موجود هنا يعني يقول انه عدلوه، بدل ما هو صار في المدخل صار في كل جروب هيد مكان نزول المويه، فصار حسبه للكميه اللي نازله من القهوه ادق. لذلك طوروا الماكينه الى درجه ان الماكينه صارت تعطي الترطيب مو بالوقت بكميه المويه او كميه دفق المويه. هذه من الابديتات اللي جت على المافام. كذلك من الاشياء المميزه عند مافام اللي هي كابينج جن، هذا يسوي دفع المويه حاره في الكابينج، ما يحتاج انك كل شويه يسخن. جن نقدر نستعمله في كل كوب الكابينج. طبعا هذا الجن هنا، هذا الماكينه حقته صغيره وجميله، يقدر واحد يستفيد منها وتسخينها سريع. اما هذه فهذا جديد مافام، مطحنتين تطحن بالوزن وتحضر لك اسبريسو. هنا طحنت والان تبدا تسوي الاسبريسو. طبعا تنظيفها يومي، وكذلك بعد كل شت يسوي بيرج اظن اسمه او شيء زي كذا اللي هو يمشي مويه. طبعا حرارة القهوة مرة مرتفعة، ما أقدر أقيم تحقيق تحضير، لكن يمدحون الماكينة كأداء ومواصفات وأنهم متعبين عليها. وما فاهم يعتبر مكاين سبيشاليتي، تعتبر مثل هالمكاين هاي تطوير لأفكار سبيشاليتي وتسهيلها. طبعا ماثيو من المصنع يقول يستعملون مطحنتين مالكونينج E65، تعتبر مطاحن ترى يعني جودتها مرة عالية. فزي ما قلت مافام ما يدخلون بشيء إن شاء الله لأنه هو مميز، لكن تبقى فكرة وجود يعني مجاري قهوة، كيف طريقة تنظيفها، طريقة استعمالها مع الوقت، هذه كلها يبغى لها تجربة وأعرف بالضبط إيش التفاصيل عشان أقدر أعرف الماكينة هذه مناسبة ولا. لكن زي ما قلت مافام دائما مبدعين. ذلك من الأشياء اللي نزلوها جديدة المافام ون جروب، هذه نفس مواصفات المافام 2-3 جروب بس صايرة ون جروب، جميلة جدا. نرجع ل 2 جروب، التصميم حق البدي مرة خرافي، وفي ميزة فيها حلوة في مكاين الأمريكية مش كلها تجي الستيمر بارد. أضيف إليها أن هنا في فتحة نقدر نوزن فيها ضغط التبخير.